جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المجتمع عطية بليل من ضواحي الفجادية بعث يسأل ويقول: في يوم من الأيام حلفت بالطلاق ثلاثا ألا أفعل كذا وكذا، ولكن عملت نفس الشيء الذي حلفت ألا أعمله، فقمت بصيام 3 أيام، هل ما فعلته هو الصواب أو بماذا تفتوني؟ جزاكم الله خيرا. نوصيك بأن ترجع إلى المحكمة الشرعية، القاضي في بلدكم، وتسأله عما حصل منك، فإما أن يفتيك وإما أن يكتب الواقع ويرسله لدار الإفتاء في الرياض وينظر فيه إن شاء الله.